السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي موقع عبير من جديد. احنا في واحد المنزل ديال واحد السيد اللي طرا ليه مشكل، اللي هو ان الابنه ديالو تغتصبت وكانت كتغتصب لمده 3 سنوات. فاش عرف راه تصدم، غادي نسمعوا القصه الوقائع كلها على لسانه، من بعد غادي نديروا بعض التوضيحات وبعض الاسئله اللي موجودينهم حنا هنايا. مرحبا بكم سيدي، ممكن تعرفنا براسك وبالمشكل اللي طرا ليك وطرا الابنه ديالك؟ واش نقول لك اخي، انا المشكل ديالي عندي بنتي صغيره تعرضت للاغتصاب من طرف خالها تيجي عندنا للدار عادي كايها الناس. المهم البنيته ديالي عندها 7 سنين، كيجي هو تيبات معنا كيتعشى معنا عادي جدا، وكيمارس عليها، بدا مع البنت كيمارس عليها ملي عندها 7 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، واخا هو كبر منها. هو الفرق بينه وبينها ديال السنين، الفرق بيناتهم 9 سنين. ملي كانت بنتي دابا انايا عندها 10 سنين، هو عنده 19 عام، المغتصب عنده 19 عام. المهم دابا هو كان تيدير هذاك الشيء، الام ديالها اكتشفت الامر، قالتها ليها بنتي، قالت ليها بان راه خالي راه كيمارس عليا، شنو كاين، وهما غنوضوا تستروا على هذا الشيء هذا. المهم البنت ديالي قالت للام ديالها راني مغتصبه، ملي قالت لها راني مغتصبه من طرف خالها اللي هو خو الزوجه ديالي، قالت راه كيغتصبني وكيدير ليا وكيفعل ليا. المراه ديالي هي والاخت ديالها خصها تقول الخبر لهذا الشيء. البنيته ديالي انا باقا صغيره، ضغطوا عليها، قولوا سكتي ما تقول هذا الشيء لحد، حنا غادي نعرفوا واش غنديروا، سكتي هذه خلعوها، سكتات. خالتها قبضت بنتي داتها للطبيب، قبضت الابنه ديالي داتها للطبيبه. فهمتي انا هادشي ما عرفتوش حتى 2020، وهي داتها للطبيبه في 2013، الطبيبه ديال القلبات على داكشي الفرج ديالها والمسائل ديالها الى اخره. المهم انا جالس ملي خبراتني بنتي، الشاهد عندنا من هذا التسجيل دابا هو ان بنتي خبراتني ملي دوزت الامتحان ديال الباك. الامتحان ديال الباك كان ديك الساعه بنتي عندها بالضبط 18 عام وشي حاجه، ليست بقصير. قالت لي يا بابا راه ملي كنت صغيره راه تعرضت للاغتصاب من طرف خالي اللي هو شقيق الزوجة ديالي، اللي كان كيجي يجبات معنا في الدار، وكنت تنسافر كنديه معنا، تنسفروا معنا، زعما ديروا بحال ولدي. غدرني تكرفص لي على بنتي عدة مرات، نعس معاها في البحر، نعس معاها في الدار اللي كنا ساكنين، ترحلنا لواحد الدار أخرى عاوتاني مارس عليها، هم داكشي مرات عديدة. دابا هذا المغتصب اعترف بهذا الشيء، جا عندي كيرغبني، جا هو والاخ ديالو، جا مع واحد جوج رجال خواتاتو البنات، وجاو لعندي للدار لهذا المكان هذا، وتطلب مني نتسامحوا حيت انا درت الشكايه، مشيت انا وبنتي باش نعرفوا كيفاش الطريقه باش جا عندك وقال لك باللي انا راه كنت كندير وكنت كنفعل. انا درت الشكايه، ملي درت الشكايه ما بغاونيش زعما ندخل معاهم عند البوليس، غير درت الشكايه ساقوا هما الخبار. حتى راحت الزوجه ديالي قالت لاختها، قالت لهم راه مشى خالد يدير الشكايه، فهمتيني، ساقوا هما الخبر، جاوا عندي زعما بغاو يطلبوني. انا خدمت ذكي، قلت لهم بغيتو تطلبوني اخويا، اخويا يجي معكم المغتصب يطلب البنت، راه ماشي انا، راه البنت اللي تغتصبت، والبنت راه عندها 18 عام و 3 شهور ديك الساعه، ولا 18 عام ونص. قلت للبنت راه ليست بقصير دابا، وراه هي اللي دارت الشكايه راسها، هي اللي مشات دارت الشكايه، راه ماشي انا اللي درت الشكايه. الا غادي طلبوا البنت، الا سمحت لكم الله يسامح، ما سمحت لكمش تابعته راه هي غتابعو، هذا هو الكلام. ملي جاو تيطلبوني انا قمت بالتسجيل ديالو، سجلته امام الشهود، وجبت معايا واحد جوج اصدقاء ديالي حتى هما شهود كشهود، فهمتي، وهو تيقول لي فمو سمح لي سمح لي سمح لي سمح لي. تنقول له واش درتي هذا الشيء هذا؟ تيقول لي درتو. تنقول له واش نعستي مع البنت؟ تيقول لي نعست معها. تنقول له ماشي حرام عليك؟ قال لي كنت واكل المعجون. شو دابا العذر كي داير؟ كنت واكل المعجون. ولكن واش هذا المعجون كان كياكلو لمده 3 سنين وهو كيمارس عليها، كل مره كياكل المعجون كيجي عندها ولا شنو بالضبط؟ انا مره واحده قال لي فيها المعجون، قلت له اش كنتي كدير هذا الشيء هذا؟ قال لي اخي راه كنت واكل المعجون وانا ما عرفتش، فهمتي؟ ومهم هذا الشيء طويل ما يمكنش نتكلم فيه بليطيطاي، لانه كنت كيتفرج في ذاك الافلام الاباحيه. فهمتي المهم هادشي دابا ما كناش نتعمقوا فيه، حيت هادشي كاين، هادشي كله كاين عند قضيه التحقيق، وعندي تسجيل في اكثر من ساعه عند قضيه التحقيق فيه بان كيفاش كنتكلم انا، وكيفاش كيرغبني، وكيفاش كيرغب بنتي، وتيقول لها سمحي لي انا دارت
كتقول له واش عقلتي باش كتذكروا بنتي. من بعد هذا الاعتراف مشيتي انت للضابط القضائيه وقدمتي شكايه، لكن من بعد شنو طرا؟ انا مشيت للمكتب 105 في ولايه الامن في حسان في الرباط، الله يجزيهم بخير، قاموا معنا بالواجب، عيطوا عليا وعيطوا على الزوجه ديالي وعيطوا على المغتصب وعيطوا على اخوه، عيطوا علينا حنا كاملين اللي كنا في ذاك الجلسه الصلح. المهم داروا لنا محاضر اكثر من 20 محضر، زعما خدموا معنا الله يجزيهم بخير، قاموا بالواجب. هو تعتقل المغتصب لان داكشي ثابت عليه، هو معترف ياك، وكاين الشهود، معترف امام الشهود، وكاين تسجيل، وكاين ورقه الطبيب. مشيت عند الطبيبه عطاتني ورقه في 2013، عطاتني اتيستاسيون بانها جابوا لها بنتي، جابتها خالتها، جابتها داتها ياك، والبوليس ما اكتفوش بديك الورقه ديال الطبيب، مشاو انتقلوا عندها، انتقلوا عندها وداروا لها محضر استماع، ومشاو عندها ثلاثه ديال البوليس، زعما رجال الامن الله يجازيهم بخير قاموا بخدمتهم، اما كنحييهم من هذا المنبر هذا. مشاو عند الطبيبه كما تنقولوا حنا وهضروا معها وداروا لها محضر، قالت لهم راه جابوا لي البنت وجابتها خالتها وهذه، وانا جبدت لي من البيسي، من البيسي جبدت لي التاريخ، قالت لي 2013 شهر 5 الا بقيت عاقل، راه الورقه عندي، لاتيستاسيون هي عندي هنا، الا نجبد لكم تشوفوها. ما علينا، الملف ديالك مشى للقضاء وكنظن انه وصل للمحكمه، شنو طرا من بعد المحكمه؟ ملي الملف تعتقل في الولايه، خوتو ما عجبهمش الحال، واحد الاخ ديالو جهز الشكات عندي هنا من عند المراه ديالي، جا للدار حيت انا كانوا طردوني بعدا من بيت الزوجيه، غير وصلنا لعند البوليس جاو بدلوا لي القفل ديال باب الدار، جاو جوج خوتها والام ديالها جاو عند المراه ديالي، حيت المراه ديالي شويه كما تنقولوا سهله ماشي شي وحده اللي هي واعره، ضغطوا عليها بدلوا القفل وجلسوا معها في الدار. كنجي كنبغي ندخل اخي للدار كنصوري ما تحلوش ليا، كنسمع الهضره ما تحلوش ليا، مشيت درت الشكايه ديالي ديال الطرد من بيت الزوجيه، هادشي درتو في الاول، باقي ما كاين لا اعتقال لا والو، باقي تحت ما تعتقل في الاول. ملي بقينا تابعين عند المكتب 105 تابعين كيعيط الاستنطاق وداكشي والمواجهه وداكشي الى اخره، تم الاعتقال ديال المغتصب لان داكشي ثابت عليه، الوكيل الملك عطى الامر ديالو باش يتعتقل في الولايه، تعتقل دوز 48 ساعه في الولايه عاد مشى للسجن. غير هو تعتقل داز 3 ايام مور الاعتقال، هما عيطوا لي البنكه قالوا لي الو خالد اجا خويا عندنا عندك واحد الشيك بقيمه 110 مليون، 110 مليون في كورونا. واش هاد الشيك هذا كنت انت اللي قدمتيه عطيتيه لشي حد ولا تشفر لك وتعمر؟ كان مسيني ما فهمتش بالضبط. هاد الشيك هذا عندي عند مراتي في كما تنقولوا بالدارجه في الماريو في السامسونيت، عندي دفتر الشيكات، عندي الدوبل ديال الساروت ديال الطوموبيله ديالي، عندي الباسبور ديالي، عندي شي ورق ديال الضريبه محطوطين، عندي المهم عندي اللاكت ديال الزواج ديالنا، وهما جاوا عند المراه عطاتهم المراه كلشي، حيت ملي طردوا لي من بيت الزوجيه انا كنعيط للمراه تنقول لها كنعيط لها في التليفون ديال بنتي تنقول لها دابا انا ما كنجيش، قلت لها راه الشيكات ديالي تما، هاد دفتر الشيكات ديالي وداك الدفتر كان خاوي فيه شي جوج ورقات، شي جوج ورقات اللي كانوا فيه، قلت لها دفتر الشيكات ديالي والسارو ديال طوموبيلتي واحد الشيكات ديال خويا فيهم 30 مليون عامرين، قلت لها داك الوثائق ديالي اريهم ليا. هي اش دارت؟ خبطت داك الشيء عطاته للاخ ديالها الكبير على اساس باش يجيبهم ليا، هو ما جابهمش ليا خلاهم عنده، ملي شاف داك الشاك تما وداك الشيء دار الخدمه ديالو، مشى قبطوا الشاك وعمروه وزوروه ودفعوه في 110 مليون. وليتي انت مبحوث عليك في ذاك الوقت عاوتاني؟ في ذاك الوقت المهم جا الشاك ديال 110 مليون، والهضره طويله انا كنحاول نختصر، ما بغيت نعاود لك راه خصني معك ثلاثه السوايع. الى بغيت نعاود لك بالتدقيق الممل كيفاش جاوا عندي تيرغبوني وكيفاش عطاوني 20 مليون باش نتنازل على بنتي، وهذا الكلام اللي تنقول لك عندي شهود. ما علينا، كما قلتي الا بدينا كنديروا بلي ديتاي والتفاصيل ما غاديش نوصلوا، غادي نمشيو اليوم فاش تم الاعتقال ديالو، ولكن انت من بعد سقتي الخبر انه كيتسارى حر في الشارع العام، شنو جا الاذهان ديالك ديك الساعه وشنو فسولتي شنو قالوا لك؟ المهم نختصر لك اخاي، هو اغتصب البنت والاغتصاب ثابت عليه، اغتصب عده مرات عبر سنوات، راه 4 سنين تقريبا وهو يمارس عليها، ملي البنت ملي كانت عندها 7 سنين هو كيمارس عليها، حتى نقول انا اللي عندي شاهد به هو الورقه ديال الطبيبه في 2013 شهر 5 2013 اليوم اللي تفضح الاغتصاب، وهذه المده الزمنيه كامله، وملي تعتقل خصو يبقى معتقل،
انا تفاجات، انا مشينا عند قاضي التحقيق، ما هو تشد كان في الحبس، مشينا عند قاضي التحقيق، درنا الجلسه الاولى عند قاضي التحقيق، وطلق لينا قاضي التحقيق داك التسجيل، تيقول لنا هذا الصوت هذا واش ديال من، تيقولوا ديالو، وحنا كنا مجموعين، ما شتش واحد، حتى شي واحد منكر ولا شي واحد زعما قال هذا الشيء راه داك الشيء هو هذاك. كيقول تيقول لهم الصوت ديالكم، تيقولوا ديالنا، انا كاين الصوت ديالي والمغتصب كاين الصوت ديالو، وكيفاش تيتكلم تيقول سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي، انا درت هذا الشيء وكنطلب منكم السماحه، وكنت صغير كنت طايش وكنت واكل المعجون، زعما تيقرب هذا الشيء، زائد الشهود زائد ورقه الطبيب. باش ما نكونش واحد التكرار السي خالد، نعرفوا دابا من بعد ما تلقى القبض عليه، انت قلتي على انك شتيه تصدمتي في الشارع العام. اييه، هو خويا تعتقل عند قاضي التحقيق، درنا واحد ثلاثه الجلسات، كل شهر كيعيط لنا قاضي التحقيق كنديروا جلسه، الشهر الاول عاد كدوز واحد 20 يوم درنا ثلاثه الجلسات، صافي راه هو انا عند راس عند بالي راه هو في السجن، عند بالي راه هو في السجن، كنتسناو الجلسه الاخيره اللي غادي نسمعوا فيها الحكم عند القاضي، باش نقول القاضي غادي ياخذ الحكم، الجاني هذا اللي اغتصب البنت غادي ياخذ الحكم ديالو، وهذا الشيء اللي كاين، اش غنعملوا؟ ما لا اله الا الله. انا مريح، هادشي راه في فيفري، حيت اخر مره كنا في فيفري دزنا عند قاضي التحقيق. واخ واحد التوضيح خلاني نوضع بعض التساؤلات، الابنه ديالك دابا تقريبا شحال في العمر ديالها؟ دابا الابنه ديالي عندها 19 عام. سي خالد، بالنسبه للابنه ديالك عندها 19 عام، علاش ما خرجتش للاعلام؟ انا خي بنتي مرضت نفسانيا، وانا ما كنهضرش غير هكا، كنهضر بالدليل والوثائق. ها هي بنتي، ها الوراق ديال الطبيبه، خاينا كندوز ليها في الغازي، في الغاز يا خويا، ها الوراق، ها انت اخويا الدواء، وعندي لي روندو لي رونديفو ديالها، ها هو دابا الرونديفو الاخير، ها هو عندي نهار 15 الى هو عندي رونديفو، باقي في شهر 6 دايرين معايا الرونديفو، نهار 13 شهر 6 المهم عندي الرونديفو، ها هو هنا ان شاء الله غادي تمشي دير رونديفو ونشوفو من داك الساعه الحاله ديالو، نتمنوا من الله انها تحسن. سي خالد، نعرفوا اكثر الصدمه اللي جاتك من بعد الشيء انه طليق حر. واخويا الطليق طلقوه، انا بنتي هي عندي لاتيستاسيون عند الطبيب، قالت لي الطبيبه خصها المينيموم تتبع معايا عامين وكتشرب الدواء، وديك المره نقصوا ليها حبه، كانوا عاطينها حبه ونص، نقصوا ليها واحد النص عاوتاني زادوه، البنت عندي مكرفصه فهمتي. انا تفاجات في شهر جوج باش خرجنا عند قاضي التحقيق، مشى المغتصب للاعتقال، وحنا جينا فحالنا كنتسناو الجلسه، ومن شهر جوج حنا كنتسناو الجلسه، دابا دا الشهر ثلاثه، دا الشهر اربعه، نمشي حنا دابا في شهر خمسة، كنتسنى المحامي يتصل بيا باش يقول لي الموعد ديال النهار اللي غادي يكون فيه الحكم، نهار المحاكمة. أنا جالس في ليلة رمضان اتصل بيا واحد الصديق ديالي، ألو خالد كي داير بخير كلشي مزيان رمضان مبارك هادي، قال لي اش درتي مع نسيبك اللي اغتصب لك البنت ديالك؟ قلت له نسيبي راه درنا خو الإجراءات داكشي اللي كيديروا الناس، درنا الشكاية ديالنا وراه هو مشدود. قال لي هو دايز قدامي، هو راه دايز قدامي. كاش كتقول؟ قال لي ها هو دايز قدامي، انا كنتكلم معاك ها هو دايز قدامي. واخا منيش قال لي هاد الهضره هادي انا ما بقيتش كنفهم، ما فهمتش اخر، واش بنادم مغتصب البنت صغيره ومعترف ها وكاين الشهود وتعتقل، ماشي زعما ما تتب وتعتقل وكل شيء ثابت، ودوزتي تقريبا شي 7 شهور ديال الحبس، هو تشد في سبتمبر، في الاول ديال سبتمبر دوز تقريبا 6 شهور وشي حاجه ديال الحبس، وطلقوه ودابا طلقوه، دابا شحال باش ما عرفتش وقتاش طلقوه، واش طلقوه هذه قبل رمضان بشهر ولا حتى من فيفري ما عاودش مشيت للمحكم، من فيفري كنتسناو حنا ما دابا اليومين هذا باقي ما حددوا لينا لا جلسه ما حددوا لينا والو، ملي مشيت كنسول قال كتلقوه في حال صراح، واخا تلقوه في حال صراح وخصك عندنا موعد ديال شي جلسه، باقي اخويا ما كاين لا موعد ديال الجلسه ما كاين والو. انا كنطلب اخويا من هاد الناس اصحاب القضاء، حنا عندنا الثقه ديالنا في القضاء ما كنشكوش فيه، الله يجازيهم بخير، يعاودوا زعما يجددوا النظر في هذا الملف هذا، لان هذا الشيء هذا كيف يعقل ان واحد مغتصب ومعترف؟ اش دابا يكون هي كان ما معترفش ومعترف وعندي الصوت ديالو وكنطلقوا الصوت ديالو عند قاضي التحقيق، تيقول له واش انت اللي كتكلم؟ تيقول له انا، وحنا تيقولنا واش كل اللي تيتكلم؟ تيقول له فلان المغتصب، زعما داكشي ثابت، واخا راه لا حول ولا قوه الا بالله، هادشي اخوتي مرض. واخا سي خالد، المطالب ديالك في كلمه اخيره. واخا ما عندي لا مطالب لا والو، دابا انا كنطلب من المسؤولين ومن القضاء ينصفني، ياخذوا لي حق بنتي، حيت البنت عندي خيره مرضت،
دابا انا عندي عامين وكنتبع لها دابا عند في الغازي، كنتبع لها في الغازي، وهادشي اللي باغي انا ما بغيت حتى ما كنطلب حتى حاجه، انا بغي هذاك المغتصب ينال الجزاء ديالو لا اقل ولا اكثر. وعاد هادشي هذا ترتبوا عليه مسائل اخرى، متخر تما الطرد ديال بيت الزوجيه، جا الاخ الكبير ديال هذا المغتصب، خوه الكبير جا عند اختو للدار اللي هي الزوجه ديالي، وعطاتو هي كما قلت لكم عطاتو الشاكات ديالي، وعطاتو المفتاح ديال السياره الدوبل ديال السياره ديالي، وعطاتو عده وثائق ديالي، واحد الشاك ديال خويا فيه 30 مليون. باش ما نكونوش في تكرار هذا الشيء ديجا ذكرناه، نقولوا المطالب ديالك في اخره كلمه اخيره وباش نسدوا الفيديو، وان شاء الله غادي يكون عندنا لقاء اخر باش نصوروا معك المستجدات ديال القضيه ان شاء الله. والمتطلبات ديالي انا باينين، ما كنطلبش انا شي حاجه كبيره، انا كنطلب غير هذاك اغتصب لي البنت واعترف، اغتصب واعترف، بغيتو يمشي للحبس، ما تنطلب حتى شي حاجه انا، حيت خصو يمشي للحبس. وكيف يعقل دابا انا هو مطلق تيدور ها ما ماشي شنو خصني ندير انا؟ واش دابا مطلق تيدور هكا باش ندير معاه هنا شي حاجه؟ انا كنفوض الامر ديالي لله، وعندي الثقه في المخزن، حنا ما كنتحداوش المخزن، حنا كنطلب من المسؤولين ياخذوا لي حقي، هذا اللي نقول لك اخي. ختاما مشاهدينا الكرام، كما لاحظنا سمعنا على لسان الاب ديال الضحيه، كاينين بزاف ديال الخروقات في هذا الملف، نطلبوا من السلطات انها تدخل وتنزل بيد من الحديد باش تحبس هذه الممارسات الشنيعه. شكرا على المتابعه ومرحبا بكم من جديد.